طب ماشي، انا هروح بس للحاج احمد شاوي. الله يبارك فيك، الله يكرمك. ايه هي طريقه الذكر الليسي اصلا؟ بالنسبه للليسي ده اللي هو الليسي، اما الخلوه اللي هو هي هي، ده نظام الخلوه. هذا لي نغم ودي نغم. ايوه، ده لي نغم وده لي نغم، ده لي حركات وده لي حركات. تمام، قول لي كده، ايه حركات الليسي والخلوة؟ حركات الليسي اللي هو زي ما قال لك النونة اللي هي دي، حركات برضو بنعملها، واللمواخذة والدقة تحت وفوق، وكل واحد ليه صنعة بيعملها. برضو الخلوتي بيكون شغال الغاب على طول معاه، خلوتي وجماعة درويش وجماعة ليسية برضو نسك الخلوتي، كله ماشي مع بعض. وبيبقى برضو لمؤاخذة في نفس الوقت، أول حاجة بيبقى في احترام طبعا بينهم وبين بعض أكيد. وكل واحد ليه صنعة بيجيبها، وكل واحد ليه فن بيجيبه. طب الحاج بشالي، حضرتك جاي منين أصلا؟ من مركز دراو. مركز دراو أسوان؟ وسط أسوان. ده أنت مشوارك بعيد برضو. أبعد من الجبل. أبعد من الجبل من كله. أربع ساعات مثلا؟ ثلاثة، يعني ثلاثة ونص. تمام، وحضرتك تبقى عم منذر. تمام، ايه بقى بتعمل ايه بقى في الحضرة؟ بنذكر طبعا الصغير في السن، والقدامك اكبر يقول لي اتفضل انت ذكر الاول. الكبير الاول. تمام، ترمو لازم طبعا. يعني تقول له ذكر انت الاول، يذكر ويذكروا سوا وتمشي الطبقة. بس هنا كل واحد له حركات يجيبها. يعني أنا له حركة أسويها، اللي برا بيعرف عاد ده اللي ذكر أحسن ولا ده اللي بيشوف اللي بيتفرج. اللي من برا يقول لك لا، الذكر عند الجماعتين مثلا، لا الذكر هنا. يعني الفاهمين، الناس اللي قاعد يفاهمي بتقعد تعرف ده اللي بيذكر كويس ولا ده. وعندك حركاتك بتاعتك أنت. أيوه.